الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من مفاوضات وقف النار بين حماس وإسرائيل وحديث القاهرة عن إشارات إيجابية، وإلى مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن الذي يبدأ بإنهاء الحرب وإلزام إسرائيل بمسار حل الدولتين، ثم إلى التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأخيرا هجوم الدهمي المنسوب للدعم السريع والذي خلف أكثر من 150 قتيلا في الجزيرة. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. مصر تتلمس إشارات إيجابية من حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووفد من قيادتها يزور القاهرة قريبا. واشنطن تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار دائم في غزة يقود لحل الدولتين، وإسرائيل ترفضه. مقتل جندي إسرائيلي بهجوم مسيرات لحزب الله، والاتحاد الأوروبي يعتبر وقف التصعيد على الحدود أولوية ويحذر من امتداده. 154 قتيلا بهجوم مسلح على قرية ود النورة بولاية الجزيرة، الدعم السريع تنفي مسؤوليتها والبرهان يتوعدها برد قاس. السلام عليكم. مدارس الأونروا ومقراتها التي تحولت إلى مخيمات للنازحين باتت هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية التي لا تكتهد بها الحصانة الدولية للمؤسسات الأممية. فبعد القصف الذي أودى بحياة العشرات في رفح وخان يونس، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 40 شخصاً وبإصابة العشرات. وزعمت إسرائيل أن القصف استهدف مسلحين من حركتي حماس والجهاد كانوا يتواجدون داخل المدرسة. المفوض العام لوكالة الأونروا قال إن ادعاء إسرائيل بوجود مسلحين داخل المدرسة التابعة للوكالة في النصيرات أمر صادم، لكنه لا يستطيع التحقق من صحة هذا الادعاء. أضاف أن المدرسة تعرضت للقصف دون إنذار مسبق للنازحين بداخلها أو للوكالة الأممية. وأشار المفوض الأممي إلى أنه تم استهداف أكثر من 120 مبنى تابع للأونروا منذ بدء الحرب على غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 450 نازح. وفي المقابل ذكرت شبكة CNN أن تحليلا لها أظهر أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أمريكية في قصف المدرسة، تعتبرها واشنطن من القنابل الثقيلة. صار في الساعة 2:45 صار خبطة جامدة للمدرسة اللواء. احنا كلنا نايمين في الطابق الأرضي من المدرسة، مفروض كل مدرسة آمنة للنازحين والآوين فيه، مادة إلى دمار شامل في المبنى اللي احنا قاعدين فيه حاليا. ما شفنا صاروخ إلا منفجر في المبنى. احنا نايمين وآمنين، الساعة 1:30 بالليل ما شفنا لها الصواريخ تضرب علينا. شظايا ابن أخوي راحت إيده ورجله على المطر، 10 سنين. هذا إيش حامل؟ حامل بندقية ولا حامل أي حاجة؟ طفل آمن في مدرستي وامش في بيته، ترحل من بيته من المغرادة وإلهم 8 شهور في هذه المدرسة، هاي تاني مرة تنضرب المدرسة هذه. راحت إيده ورجله، خواته أخته الصوابت، أخوته 5 شباب كلهم الصواب في الأقصى يوم تحت العمليات، والله أعلم فيهم، وبيجي 40 شهيد كمان. أبدا ما فيش أمان، الأمان في وجه الله، مش قادرين نرجع على البيوت، نفسنا نرجع بيوتنا، نقعد على الركام، نقعد على الركام بيوتنا، بس نفسنا نرجع حق أولادنا أطفالنا يعيشوا زي أولاد الدول العربية، مش يروحوا أشلاء، يروحوا أشلاء أولادنا.
وللمزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون من وسط القطاع أو من شمال القطاع دير البلح. وسط القطاع ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا بكما. أبدأ مع أسامة من آخر التطورات بالتأكيد بعد قصف إسرائيل لهذه المدرسة التابعة لوكالة الأونروا والوكالة الأممية في النصيرات، ما آخر حصيلة سجلت أو أعلنت حول هذا القصف وهذا الاستهداف للمدرسة؟ نعم، آخر حصيلة تحدثت عنها وزارة الصحة هنا في مستشفى شهداء الأقصى وصلت إلى 45 ضحية تم انتشالهم من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أول هذه الاستهدافات وأقواها كان في استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة الإيواء، تم استهداف 3 فصول مدرسية. نتحدث هنا على مركز إيواء يتبع لمنظمة دولية ويحظى بحماية أيضا، ولذلك تتجه كل العائلات النازحة إلى هذه المدارس وهذه المراكز باعتبارها أكثر أماكن قد يجدوا فيها الأمان. نزحوا من مدينة رفح باتجاه منطقة وسط قطاع غزة بالنزوح العكسي واستقروا داخل هذه المدرسة. تم استهداف 3 فصول دراسية بداخلها عدد كبير من العائلات التي نزحت من مدينة رفح، وسقط في هذا الاستهداف ما يقارب من 40 ضحية بالإضافة لخمسة آخرين في استهداف منزل العائلة المدني في مخيم النصيرات. هناك يعني تركيز إسرائيلي على المنطقة الوسطى منذ عدة أيام، حتى هذه اللحظة نتحدث على 141 ضحية خلال اليوم خلال 24 ساعة بحسب ما تحدث لنا الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى. الأعداد الإصابات في ازدياد، أعداد الضحايا في ارتفاع، خاصة وأن غالبية الإصابات هي من الإصابات الخطيرة. نتحدث عن 5 أطفال أشلاء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة محارب في منطقة محيط المستشفى الأوروبي في المنطقة الواقعة بين مدينتي رفح وخان يونس، وسقط في هذا الاستهداف 9 ضحايا حتى هذه اللحظة. هناك أيضا عدد من السكان هذا المنزل تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. نعم، والأمين العام للأمم المتحدة يقول في هذا التصريح الأخير المنقول في وكالات الأنباء غوتيريش، يقول إن قصف المدرسة التابعة للأونروا في غزة هو مثال مرعب جديد عن معاناة المدنيين. إذن كان هذا آخر تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش فيما يتعلق بهذا القصف الذي نتحدث عنه في النصيرات وسط القطاع. ماذا عن شمال القطاع؟ هنا أنتقل لخضر. خضر، آخر تطورات كذلك العسكرية في الشمال؟ نعم سارة، يعني آخر التطورات هي عمليات الاستهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي، حيث أن إحدى الغارات الإسرائيلية وخاصة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا على ساحل بحر مدينة غزة وتحديدا قبالة شاطئ منطقة مخيم الشاطئ إلى الغرب من المدينة، وأدى ذلك إلى سقوط 5 من الضحايا و7 من المصابين جراء القصف من هذه المسيرة الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني هنا في مدينة غزة. أيضا سبق ذلك صار سقوط 2 من الضحايا وعدد أيضا من المصابين بعيد استهداف أيضا لمجموعة من المواطنين، وذلك في منطقة الشعف إلى الشرق من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كل ذلك يترافق مع قصف أيضا من قبل زوارق بحرية إسرائيلية قبالة منطقة الميناء إلى الغرب من مدينة غزة وأيضا باتجاه مخيم الشاطئ إلى الغرب من المدينة. ولكن قبل تقريبا أقل من ساعة من الآن وفدنا صار بأن الجيش الإسرائيلي أطلق سراح نحو 29 فلسطينيا، وذلك من النقطة العسكرية أو الحاجز الذي يعرف بمنطقة زيكيم إلى الشمال الغرب من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذا يأتي أيضا في ظل ظروف صعبة تعيشها يعني العائلات الفلسطينية في المناطق الشمالية مع وصول أي من شح الغذاء وأيضا الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، والوضع الإنساني بات يعني صعب جدا في المناطق الشمالية لوادي غزة. هذا أيضا ينطبق على مختلف المناطق في القطاع، إذ أن الأوضاع الإنسانية هي صعبة جدا نتيجة إغلاق الجيش الإسرائيلي واستمراره بإغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح البري الحدودي في رفح. نعم، إذن دائما في الشق الإنساني، ولكن هذه المرة بالعودة إلى المنطقة الوسط حيث أسامة متواجد. إذن أنت تتابع التطورات في دير البلح، تتابع كذلك في كل منطقة الوسط وحتى في منطقة الجنوب في رفح وخان يونس وغيرها. الآن يجري حديث عن صفقة محتملة، وبالتأكيد هناك أمال
للأهالي والنازحين الآن تعقد على هذه الصفقة، ما أبرز المخاوف، مخاوف الأهالي والنازحين في حال فشل الوصول لهذه الصفقة؟ نعم، نتحدث هنا على أن أبرز المخاوف هو استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته البرية وتوسيعها، سواء كان في مدينة رفح والتوغل باتجاه المنطقة الغربية أو التقدم باتجاه المنطقة الوسطى من جديد، خاصة أن هناك مخيمات حتى هذه اللحظة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي. لاحظنا أنه خلال الفترات الماضية في كل مرحلة يمر فيها الجيش الإسرائيلي بانهيار مفاوضات وفشل أي صفقة تبادل أسرى، يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية وتكثيف ضرباته على المدنيين، كالذي جرى في آخر مفاوضات بالدخول البري على مدينة رفح على مراحل. دخل في المرحلة الأولى على المنطقة الشرقية، والآن بات يدخل إلى المنطقة الغربية في مدينة رفح. هنا يعني كل العائلات النازحة وكل سكان قطاع غزة يتطلعوا بأن يكون هناك بالفعل وقف لإطلاق النار ومفاوضات تفضي إلى وقف الحرب وعودة العائلات النازحة إلى مناطق شمال قطاع غزة. يعني أوضاع أو يعني مشاهد مأساوية هنا في محيط خيمة الصحفيين. ولكن أسامة ذكرت ما يحدث من مشاهد مأساوية، ولكن أكثر الأمور مأساوية، هل نتحدث الآن عن عدم توفر مكان أو أماكن للإيواء؟ بالتأكيد بعد الشق العسكري والتطورات العسكرية نقصد أماكن للإيواء، أم مخاوف جدية من مجاعة؟ نعم، يعني حتى هذه اللحظة بالإمكان القول على أن المواد الغذائية في منطقة جنوب قطاع غزة هي متوفرة، سواء سلع غذائية حتى وإن كان أسعارها باهظة، ولم يعد بإمكان هذه العائلات شراء هذه السلع الغذائية بهذه الأسعار الباهظة، خاصة وأن كل العائلات نزحت من مناطق شمال قطاع غزة إلى الجنوب وكانت تحمل معها عدد أو أموال بمبالغ قليلة، ولكن بعد إطالة أمد الحرب نفذت هذه الأموال، وليس باستطاعة هذه العائلات يوميا شراء المواد الغذائية والأساسية لأطفالهم. نتحدث على انتظار لساعات يوميا، تتجه عربات وشاحنات المياه أمام مراكز الإيواء، نشاهد طوابير يعني يتم الانتظار لساعات من أجل الحصول على القليل من المياه الصالحة للشرب، ومن ثم معاناة جديدة لهذه العائلات من أجل الحصول على المياه من أجل الغسيل والاستحمام داخل الخيام، ثم الحصول على الطعام الذي يوزع مجانا من التكيات. أوضاع مأساوية، ولكن ما تحدثنا عن المجاعة وسوء التغذية يتركز في منطقة شمال قطاع غزة، لأن هذا الشبح بات يهدد حقيقة العودة من جديد لمنطقة شمال قطاع غزة في ظل منع الجيش الإسرائيلي إدخال أي شاحنة، لا مساعدات ولا شاحنات تجارية إلى منطقة شمال قطاع غزة، سواء كانت يعني هذه الشاحنات من منطقة الجنوب أو من حاجز زكيم أقصى منطقة شمال قطاع غزة. وأسامة تتحدث عن الشمال، إذا أنتقل لخضر أيضا في سؤال ذاته تقريبا، مسألة الهدنة المحتملة أو المتوقعة بعد المقترح الإسرائيلي الذي طرح من قبل أو أعلن من قبل بايدن. خضر، ما حجم التفاؤل الموجود في مدينة غزة وفي كل منطقة الشمال بعد هذا المقترح الأمريكي أو المقترح الإسرائيلي معلن أمريكيا؟ نعم سارة، يعني المواطنون هنا في المناطق الشمالية لوادي غزة أملهم الكبير أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يتم يعني وقف لإطلاق النار وصفقة يعني تشمل عملية التبادل للأسرى، وأيضا عودة النازحين من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية هنا في قطاع غزة، إضافة أيضا إلى تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هنا في المناطق الشمالية للقطاع. المواطنون هنا باتوا سارة بصراحة يخشون عملية الفشل تلو الفشل لهذه المقترحات التي يعني كان آخره قبل تقريبا نحو أسبوعين، وكان هناك عندما حركة حماسة يعني ردت بشكل إيجابي وموافقة على المقترح، ولكن الجيش الإسرائيلي كان في تلك اللحظات في بعد بعيدة ساعات من موافقة حركة حماس كان هناك تنفيذ لغارات عنيفة، وكان أبرزها عملية الاستهداف في المنطقة الغربية لمنطقة الخيام حيث مراكزات الوكالة، وأدى ذلك إلى سقوط أعداد كبيرة من النازحين. هذا كله يترافق فعلا كما قال الزميل أسامة مع أوضاع إنسانية صعبة، وأيضا كما قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم، أكثر من 3000 طفل لا زالوا صار يعانون من سوء التغذية، وغالبيتهم يقطنون في المناطق الشمالية هنا في قطاع غزة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض في صفوف خاصة الأطفال الذين لا يجدون الأمصال ولا يجدون أيضا الأدوية للعلاج أو المضادات لإنقاذ حياتهم، خاصة أنها لم تصل أي من الشحنات الدوائية للمناطق الشمالية
الشمالية من قطاع غزة خلال الأيام الماضية. شكرا. وحتى هذا الأسبوع. شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. كنت معنا من مدينة غزة خضر الزعنون، وكان معنا من دير البلح وسط القطاع مراسل حدث أسامة الكحلوت. شكرا. مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل لا تزال متوقفة بانتظار مواقف أكثر وضوحا من الطرفين. وفي هذا الإطار كشف مصدر مصري مطلع على المحادثات أن القاهرة تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، وأن قادة الحركة أبلغوها بأنهم يدرسون بجدية وإيجابية مقترح الهدنة. وأضاف المصدر أن القاهرة دعت قيادات حماس لزيارة القاهرة ولمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية، وأن الحركة ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال حركة حماس على اقتراحها لصفقة تبادل الأسرى والتوصل لوقف النار في غزة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الحربي الذي كان من المفترض أن يعقد ليلة الماضية لمناقشة صفقة تبادل الأسرى. وفي موازاة ذلك دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى، دعا إسرائيل وحركة حماس إلى قبول المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف دائم للنار في القطاع. كما دعا البيان الطرفين إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإتمام الاتفاق شأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقا لما جاء في إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن الصفقة أساسا هي مقترح إسرائيلي. تتضمن المرحلة الأولى من هذا المقترح الأمريكي وقفا دائما وكاملا للنار في غزة إلى جانب إطلاق سراح النساء وكبار السن من الرهائن الإسرائيليين، بالإضافة لإعادة جثمين بعض الرهائن وانسحاب إسرائيل من مناطق سكنية في غزة تمهيدا لعودة النازحين لمنازلهم. أما المرحلة الثانية من المقترح الأمريكي فتشمل وقفا دائما للأعمال القتالية وإطلاق سراح كل الرهائن، بالإضافة لانسحاب كامل الجيش الإسرائيلي من القطاع. في المرحلة الثالثة الآن تتم إعادة جثمين باقي الرهائن الإسرائيليين، ويبدأ العمل بخطة إعادة إعمار في غزة تمتد هذه الخطة لسنوات. وفقا لمسودة المقترح الأمريكي المقدم لمجلس الأمن فإنه يدعو إلى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق، كما يؤكد الالتزام بمفاوضات السلام وفق حل الدولتين، وشدد على رفضه التام لأي تغيير ديموغرافي أو اقتطاع أراض من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة. ولمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا قبل أن أرحب بضيوفي أشير فقط كذلك لهذه الأخبار والتطورات. بعد الإعلان الأمريكي بدأت إسرائيل التحرك لإجهاض المقترح الأمريكي أو على الأقل لتعديله، وأشارت تل أبيب إلى أن الصياغة الأمريكية الجديدة لا تتطابق تماما مع الاقتراح الذي قدمته إسرائيل، وقد تجبر الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على إنهاء الحرب. وفي الأثناء يعمل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ويعمل مسؤولون من الخارجية الإسرائيلية كذلك مع نظرائهم الأمريكيين للمطالبة بالعودة إلى النسخة السابقة من المقترح. وتقول إسرائيل إنها طالبت بتغيير بعض المصطلحات والصياغات الجديدة للمشروع الأمريكي الذي سيطرح للتصويت يوم الاثنين المقبل. إذن كان هذا في آخر التطورات، والمقترح أو مسودة المشروع الأمريكي الذي قدم لمجلس الأمن، ونناقش كل هذه التطورات من واشنطن مع ضيفنا نورمان رول الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ومن القدس المحلل السياسي بن مناحيم، ومن رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، ومن القاهرة الكاتب والباحث السياسي سامح راشد. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. إذن ما زال الجد القائم ضيوف الكرام ومشاهدينا على مسألة المصطلحات وما ورد في هذا المقترح الإسرائيلي أساسا والذي قدم من قبل الأمريكيين. وهنا أبدأ مع ضيفنا سيد هوني بن مناحيم، هل توضحت الصورة أكثر في الداخل الإسرائيلي حول هذا المقترح
هو من المفترض بأنه مقترح إسرائيلي، ولكن إسرائيل الآن تقول أنه غير دقيق وهناك جدل داخلي حوله ولم تقدم النسخة لجميع المسؤولين. هل شمل وقفا تاما للنار فعلا؟ بالتأكيد لا، هذا ليس التغيير اليوم، هذا في نفس اليوم يوم الجمعة الماضي إلى مؤتمر الصحفي الذي أو الخطاب الذي ألقاه الرئيس بايدن، فورا أصدر رئيس الوزراء نتنياهو بيانين أصلا باللغة العبرية وباللغة الإنجليزية، أوضح فيها بأن ليس هناك أي موافقة إسرائيلية لوقف الحرب. المقترح هو مقترح إسرائيلي، ولكن الرئيس بايدن غير هذا البند لكي توافق حركة حماس على هذا المقترح، وهذا شيء غير مقبول. أليس من المفترض بأن يكون مقترح مكتوب؟ لماذا لم يقدم لجميع المسؤولين الإسرائيليين؟ لأنه إلى غاية الآن هناك بعض المسؤولين يقولون أنهم لم يتسلموا أي نص، لم يرى فعلا نص مكتوب على المقترح. الناس المكتوب هو معروف لكل أعضاء مجلس الحرب المسرر. قرأته؟ سيد يوني بن مناحيم تقول أنه موجود، هل قرأته شخصيا؟ أنا ليس عضو في مجلس. بنكفي لم يقرأ. لا، بس أنا أعلم من مصادر عليا أنه فعلا في ناس مكتوب، واللي قام بسيارة هذا الناس هو أيضا الوزيران جانس وأيزنكوت. هذا ليس هو الخلاف، نتنياهو لم يوزع هذا النص المكتوب على المجلس الأمني الموسع بسبب التسريبات للصحافة، وهذه مواضيع حساسة، وخايف نتنياهو بأن إيتمار بن غفير هو سيسرب الوثيقة إلى وسائل. إذا كانت لم تشمل أو إن كان المقترح لم يشمل وقفا تاما للنار، لماذا يخاف نتنياهو من أي تسريب؟ في هناك تفاصيل أخرى حساسة أنا لا أدري ما هي، ولكن في هناك سبب، والسبب الرئيسي هو تسريبات من قبل أعضاء في المجلس الموسع. لا أعلم إلى أي درجة ربما تبدو الصورة واضحة للمشاهدين. ما هو غير مفهوم الناس هل من المنطق أن نقول أن نتنياهو يخشى من حلفائه من مجلس الحرب وحكومة الحرب، لا يرغب بتقديم النص واضح مكتوب لهم إلا إذا كانت فيه بعض المصطلحات غير الواضحة، أو إن كان المقترح أساسا بالفعل شمل وقفا تاما للنار مثل ما يقول بايدن؟ نتنياهو سيقدم النص المكتوب للمجلس الموسع عندما يرى بأن فعلا في هناك موافقة لحماس، وسيتم تقديم الورقة للمصادقة، ولكن قبل ذلك في هناك تخوف بأن عناصر سياسية متطرفة تستغل هذا النص المكتوب لعرقلة الصفقة، ونتنياهو لا يريد ذلك. وننتقل للدكتور أحمد في الشق الفلسطيني. بعد كل حالة الجدل بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق بالصفقة، ما زالت المصطلحات هي العقبة الأساسية تناقش إلى غاية الآن، ويجري الحديث عنها في كل التصريحات، مسألة المصطلحات والاختلاف حولها. هل وضحت الصورة كذلك فلسطينيا حول هذا المقترح وما الذي شمله؟ قبل المقترح، قبل المصطلحات حتى، هناك شكل المفاوضات. لاحظ أنه الجانب الإسرائيلي إلى أي درجة يصل به الاستهتار في إدارة التفاوض، في التعامل مع المقترح، مع تشكيل الموفد، مع العلاقات الداخلية بين المستوى الأمني والمستوى السياسي، بين المستوى السياسي نفسه، بين الحلفاء نفسهم. عمليا أنت يعني الواحد يصاب بالدهشة إلى أي مستوى يصل صنع القرار. من يصنع القرار؟ هل هناك تبادل أدوار بين أعضاء الكابينت الإسرائيلي؟ هل هناك نوع من البحث عن سلام داخلي قبل البحث عن سلام خارجي، أقصد إسرائيليا؟ نعم. يعني الشكل هذا شكل مريب، شكل مريب جدا، ولا يدعو إلى الثقة، ويدعو إلى التوجس بشكل كبير جدا. يعني مع أي طرف نتفاوض؟ هل من يقرر؟ هل نتنياهو الذي يخبئ المقترح عن حلفاء
حلفائه، وهذا المقترح طبعا ما نشوف العالم كله، وبايدن القافل على العالم كله، وهذا أيضا يطرح سؤال كبير، لماذا استعجل بايدن وطرح هذا المقترح علنا دون أن ينسق مع الإسرائيليين الذين قالوا أنه بايدن غير في بعض الأمور؟ إذن بالتالي ما الذي يجري؟ هل الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية قبل أن يكون خلاف مع الفلسطينيين؟ هل بايدن يريد أنه يحاصر حكومة نتنياهو أو يجبرها على حل مثلا؟ إذن بالتالي الشكل هنا مريب وفيه توجس كبير. لهذا السبب أنت ترين أن حركة حماس يعني مترددة متوجسة وتريد ضمانات، تريد أن تفهم أمور كثيرة، وأيضا الفلسطينيين حتى نكون واضحين وصريحين أيضا يعني يحتاجوا أيضا لترتيب ورق وترتيب صفوف وترتيب صياغات أيضا. دكتور أحمد، ذكرت نقطة لافتة، مسألة الأمريكيين لماذا استعجل، مثل ما تقول وصفت المسألة بأن بايدن ربما استعجل في الإعلان عن بنود هذا المقترح. هنا أنتقل إلى سيد ديفيد أو نورمان رول. سيد نورمان، هل صحيح بأن ثمة خلاف ما أمريكي إسرائيلي حول هذا المقترح؟ ما طرح من قبل بايدن كان فعلا النسخة التي قدمت له من إسرائيل؟ Good evening to you, to your guests, and to your viewers. طاب مساءك ومساء أضياف ضيوفك ومشاهديك. لا شك في أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هذا ما ظهر في الشهور الماضية، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن للرئيس أن يقوم بهذا الإعلان إلا إذا ما كان واثقا بشأن هذا الاتفاق الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية والإفراج عدد من الرهائن في المرحلة الأولى. هذا الاتفاق له عنصر غموض دبلوماسي، ويجب أن نقر أيضا أن هذا النوع من الاتفاقات تميل أن تكون ضحية للأحداث على الأرض. ففترة 6 أسابيع للمرحلة الأولى ليس من المستبعد أن يرى أحد الطرفين يزعم بأن الطرف الآخر قد انتهك الاتفاق. أعتقد أنه لا يجب أن يركز كثيرا على كل حرف من حروف الاتفاق، ونتقيد بالمبادئ العامة الخاصة بوقف إطلاق النار، انسحاب القوات، الإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات. وإسرائيل لم تنكر ذلك، وحماس لم تتفق على هذا المقترح، هي تواصل البحث عن وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب دائم، وهذا يعني انتصار لحماس في هذا الصراع، وهذا لن يحدث، هذا ليس بالموقف الأمريكي أو الإسرائيلي، ومن غير المرجح أن هذا سوف يتغير في المستقبل القريب. ربما يختلف معك الفلسطينيون والإسرائيليون سيد نورمان رول بأن المصطلحات هي الأهم، المبادئ العامة يجب أن تتضمن مصطلحات دقيقة إن كان بالفعل ستنتهي الصفقة بوقف تام للنار، أم يمكن أن تستأنف إسرائيل في أي مرحلة الحرب مرة أخرى، وهذا ما تتحدث عن حماس. أعود إلى هذه النقطة لاحقاً، مسألة الضمانات التي تطلبها حماس مقابل الضمانات التي تطلبها إسرائيل، ولكن نذهب إلى القاهرة والسيد سامح. كيف تفسر بأنه في كل مرحلة يأتي الجانب الإسرائيلي تحديداً للقول إنما يقدم غير دقيق؟ تذكر معي الصفقة التي قدمت من قبل مصر، وافقت عليها حماس، فجاءت إسرائيل تقول إنها كانت معدلة وغير دقيقة. اليوم أساساً المقترح كان إسرائيلي، ثم ذهبت إسرائيل في النهاية لتقول بأن ما قدمه بايدن ليس دقيق أيضا. نعم أحسنت أن ذكرت هذا الأمر، وكنا قد علقنا عليه لو تتذكري هنا على شاشاتكم الكريمة. نعم. وبالفعل هذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها إسرائيل أو تحاول أن تناور في المفاوضات بحجج متفاوتة. الأمر هذه المرة مختلف، لأن الطرح أو المشروع التفاهم جاء من واشنطن وليس من القاهرة أو من الدوحة. فالنقطة المهمة هنا أن ما ذكره ضيفك الأمريكي الآن ردت عليه وكالة رويترز للأنباء اليوم، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما بأن بايدن لم يستشر نتنياهو
قبل أن يعلن هذه الخطة، حتى وإن كانت هي خطة إسرائيلية بالأساس في خطوطها العريضة، لكن توقيت والإعلان عنها لم تتم استشارة نتنياهو فيه، وهذا يفسر حالة الارتباك التي بدت على نتنياهو وبعض أفراد حكومته من الوزراء في الأيام الأخيرة، ثم المواقف المتباينة بين قبول ثم تراجع ثم لا لم تعرض على بعض الوزراء، نعم. لا سيتم مناقشتها، كلها تعكس هذا الارتباك. مسألة تردد إسرائيل وتفاوت مواقفها هذه مسألة معروفة عن إسرائيل في كل مراحل التفاوض، في كل الجولات وفي كل الصراعات، المراوغة والتراجع، نعم. والعودة، والشيطان يكمن في التفاصيل. لذا أتفق معك تماما في النقطة الأخيرة التي رددت بها على ضيفك الأمريكي، أن الخطوط العامة والمبادئ العامة لا تكفي وحدها، ليس فقط بالوقوف على المصطلحات بدقة، ولكن أيضا بتحديد الجوانب الإجرائية والتفاصيل الخاصة بكل نقطة. مثلا الاتفاق يقضي بالإفراج عن كبار السن والنساء. ستأتي إسرائيل بعد أيام وتقول من هم كبار السن، الأكبر من 50 عاماً أم 60 عاماً، وهكذا في كل النقاط. فما لم يتم تحديد هذه النقاط جميعا في الاتفاق تفصيلا، لن أفاجأ أن تتراجع إسرائيل عن قبولها الظاهري الذي أعلنته الآن، لسبب واحد وبسيط، وهو أن نتنياهو وحكومته لا يريدون إنهاء هذه الحرب، لا يريدون اتفاقا يقضي بإنهاء هذه الحرب، لأن إنهاء الحرب يعني نهاية هذه الحكومة قولا واحدا. هذا هو التفسير الشامل تحت هذا العنوان. يمكن أن نقرأ كل ما يحدث الآن سواء في الخلافات الإسرائيلية الأمريكية، في المناورات الإسرائيلية مع الوسطاء والاتهامات الزائفة للوسطاء، سواء في الارتباك الذي يسود الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب حاليا حول تبني موقف واضح وواحد من هذا الاتفاق. نعم، سأذهب سريعا للسيد نورمان رول للرد على حديثك سيد سامح. إذن تطلب حماس وحتى إسرائيل على ما يبدو تطلب مصطلحات واضحة ودقيقة في هذا المقترح، وعلى العكس كنت تعتقد سيد نورمان بأن المبادئ العامة كافية. هل يمكن للوسطاء وأقصد واشنطن بالدرجة الأولى أن تقدم هذا المقترح بطريقة دقيقة وواضحة يضم كل المصطلحات المقبولة من الجانبين؟ حتى أكون واضحا، ما أعلنه الرئيس لم يكن مراجعة دقيقة للاتفاق. غالبا في المناقشات الدبلوماسية التفاصيل اتفاق هذا في المرحلة الأولى لا يمكن الإفصاء عنها، لأن التفاصيل يجب أن يستمر العمل عليها بعد توصل الاتفاق العام. لكن أعتقد ما هو مفقود في هذا النقاش، وهذا يفاجئني، نحن في عالم نتحدث عن الفلسطينيين واجهنا المجاعة بحاجة للأغذية والمياه، نتحدث عن الرهائن بينهم 5 أمريكيين، ولكن ما قاله ضيوفك هنا يجب أن ننتظر حتى يتم تحديد سن من يمكن الإفراج عنه. لو كنا نريد أن ننتظر اتفاق نهائي مفصل كهذا، من الواضح فهذه أحلام أولئك الذين ليس لديهم رهائن داخل غزة ولا يهمهم أمر الفلسطينيين ولا يريدون أن تتقدم المفاوضات. لا يمكن إعطاء التفاصيل ما لم يتم استكمال كافة المفاوضات، وهذا ما يمكن أن يحدث هذا الأسبوع. نعم، ولكن سأعود إلى هذه النقطة مع ضيوفي، ولكن ذكرت مسألة عدم الذهاب إلى تفاصيل مرة أخرى، وشددت على نقطة أنه يجب أن لا يذهب الطرفان أو يبحث الطرفان عن تفاصيل. هنا أنتقل لضيفنا دكتور أحمد، هل يكفي اتفاق بمبادئ عامة أم يجب البحث فعلا عن كل التفاصيل التي ذكرت، مسألة من يعود من الجنوب إلى الشمال، السن المطلوب، من هم المدنيون الذي يمكن أن يعودوا إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى طبيعة الوقف، وقف النار. لو هناك إرادة حقيقية لوقف إطلاق النار، يعني وقف الحرب والذهاب إلى تسوية،
لكان التفاصيل مش مهمة، وأنا يعني أميل إلى ما قاله الوظيفك الأمريكي من أنه هناك أطر عامة يجب أن تتحقق، ولكن نحن نتحدث هنا عن إسرائيل، عن حكومة متطرفة جدا تعتقد أن الحرب والاستمرار فيها وإطالتها هو يحقق لها كل ما تريد، بمعنى يحقق لها البقاء، يحقق لها تنفيذ البرنامج السياسي، يحقق لها إعادة الردع، يحقق لها الصورة والنموذج، ويحقق لها النصر المطلق بين قوسين إذا في نصر مطلق. يعني إطالة الحرب لهذه الحكومة هي كل شيء. أكثر من ذلك، هذه الحكومة تعتقد أنها إذا دخلت إلى اتفاق مع حركة حماس ليس الحكومة ستسقط، وإنما إسرائيل ستلحق بها هزيمة استراتيجية، سيكون هناك هذا نصر نوعي استراتيجي، وبالتالي ليس هناك إرادة من قبل إسرائيل للدخول في تسوية. لو كان هناك إرادة حقيقية أنه نحن ندخل إلى هذا التفاوض من أجل وقف اطلاق النار أو سلام، على فكرة الأمور بتمشي، لكن إسرائيل عمليا تستطيع أنه أي لحظة تنسف الاتفاق. أكثر من ذلك، المقترح الذي قدمه الأمريكي الرئيس بايدن اللي هو إسرائيلي عمليا، وهذا غريب عجيب أنه كيف إسرائيل قدمت مقترح هي بدهاش إياه، هذا المقترح أيضا في غموض كبير، ويعطي إسرائيل كل الحق في تفسير وتطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق. لهذا السبب مرة أخرى لابد من التوجس والوقوف طويلا أمام ما يجري حقيقة. نعم سيد يوني، لماذا ألغى مجلس الحرب اليوم اجتماعه؟ كان من المفترض أن يناقش أيضا الصفقة، ولكن ألغاه بحجة أنه لم يتسلم رد من حماس. هل هذا يبدو مقنعا ودقيقا؟ المعلومات الموجودة لدى المستوى السياسي في إسرائيل هي بأن حماس رفضت أصلا هذه الاقتراح الإسرائيلي، حتى إذا لم ينشر بصورة رسمية الرفض الحمساوي، وهي الآن تماطل وتناور، ولكن الجواب هو سلبي. هذا التقديرات الإسرائيلية هي مبنية على معلومات دقيقة، ولذلك لا ترى إسرائيل أي فائدة. لماذا؟ هل إسرائيل موافقة؟ صحيح أنه مقترح إسرائيلي، ولكن ضمنيا أو عمليا يمكن القول أنها موافقة بعد كل حالة الجدل وانتقاد ما أعلن من بايدن؟ موافقة على إيه؟ هناك مقترح إسرائيلي قدمه بايدن، انتقده الإسرائيليون مع أنه مقترح إسرائيلي. هل ننتظر موقف إسرائيلي أخير من هذا المقترح، أم أنه ضمنا باعتباره مقترح إسرائيلي فهو موافق عليه في إسرائيل؟ ليس هناك أي تغيير بموقف الإسرائيلي والمقترح الإسرائيلي وحماس. هذا الورقة هي موجودة عند حماس من زمان، من بداية الشهر. سيد يوني، دعنا نفهم فقط هذه النقطة. هناك مقترح تحدث عنها علنا بايدن، إسرائيل أساسا ضمن الموافقة عليه باعتبارها هي من قدمت في البداية أم لا؟ هي موافقة، ولكن لا موافقة على البند الذي غيره الرئيس بايدن، وهذا البند الأساسي بأن إسرائيل ليس موافقة على وقف الحرب، وهو شوه هذا البند وقال بأن هي موافقة، وهذا غير صحيح. إذن إسرائيل غير موافقة، إذن ينتظر كذلك تفاوض جديد مع إسرائيل وحماس، أو موقف من حماس وموقف من إسرائيل. ليس موافقة على وقف الحرب، كل بقي البنود هي صحيحة، لكن هذا البند بالذات هو غير صحيح، وبالتالي كيف إسرائيل تتفاوض من جديد ولم تسمع حتى هذه اللحظة الموقف الرسمي من حماس؟ نعم، صحيح أن نتنياهو يقول بأن المقترح كان غير دقيق وعدل، وذكرت أنت مسألة تعديل البند الأخير ووقف التمرين للحرب، ولكن دعني أطرح فرضية أخرى أو سيناريو آخر، بأن المقترح الأساسي كان بالفعل يضم هذه النقطة، ولكن أحرج نتنياهو بعد الإعلان الرسمي من قبل الأمريكيين أو من قبل بايدن تحديدا عن هذه النقطة. لا، أنتوا ما بتفهموا هذا المقترح. لا نفهم. أنا بشرح لك، هذا المقترح هو ليس مقترح نتنياهو، هو مقترح بالإجماع من كل أعضاء مجلس الحرب المصغر بما فيه الوزيران غانتس وأيزنكوت، هذا هو مقترح المجلس الحرب الإسرائيلي، ليس شخصي لنتنياهو. إذا كان مقترح إسرائيلي، لماذا هو الآن منتقد من قبل الإسرائيليين؟ هذا السؤال الأساسي، لماذا إسرائيل دائما توافق على شيء ما وتصف بأنه إنجاز وبأنها قدمت عرضا مغريا ثم تعود للقول أنه غير دقيق؟ هذه ليست المرة الأولى، مراوغة مثل ما وصفها السيد سامح منذ قليل، وحتى وصفت حركة حماس.
هو ليس منتقد من قبل إسرائيل، هذا كان مقترح ولا يزال مقترح بالإجماع في مجلس الحرب المسرة، هو موقف الرسمي لإسرائيل، وليس هناك أي مشاكل بداخل إسرائيل بالنسبة لهذا المقترح. ولكن اللي تم هو تغيير هذا الباند، كما يبدو هذا رئيس بايدن يريد أن يستغل هذا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب لأسباب انتخابية ووضعه في حملة الانتخابية للرئاسة. هذه المشكلة الرئيسية، ليس وقف الحرب أو عدم وقفها. هو يريد إنجازات قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. هذه النقطة مهمة أذهب بها للسيد نورمان كذلك. هل يمكن فعلا مثل ما يقول السيد يوني بن منحيم بأن بايدن كان يريد إنجاز ما قبل الانتخابات فأعلن عن مقترح وأدرج بعض النقاط التي لم تذكر من قبل الإسرائيليين؟ لا أتفق مع ضيفك في إسرائيل بأن حكومة إسرائيل لم تغير رأيها بشأن المقترح، وإنما هي علقت على الإعلان الذي جاء من رئيس بايدن بأن هناك بنود لا تتفق معها. طبعا الرئيس بايدن لا يريد أن تستمر الحرب خلال فترة الانتخابات، وأطرح سؤال إلى المذيعة بكل احترام إذا كانت ترغب في مناقشة حماس أيضا، لأننا نطيل بطرح أسئلة بشأن بايدن وإسرائيل، لكن حماس هي جزء مهم وقد رفضت الإطار المقترح. أود أن أعرف إذا ما كانت هناك أي أسئلة يمكن أن تطرحيها بشأن حماس على ضيوفك بدلا من التركيز على رئيس بايدن ونتنياهو ليس إلا. أنت ضيفنا من واشنطن، فبالتأكيد سنتحدث عن الموقف الأمريكي، ولكن عن حماس ناقشنا أمس بطريقة مفصلة موقف حماس والإشارات التي يقال إنها إيجابية. حتى اليوم يتحدث المصريون بحسب مصادر عن مؤشرات إيجابية. سأطرح سؤالي لاحقا لسيد سامح حول هذه المؤشرات الإيجابية، ولكن دعني أذكر مرة أخرى سيد نورمان، أنت من واشنطن ضيفنا، فبالتأكيد سنتحدث عن الموقف الأمريكي، موقف حماس سنناقشه مع حماس أو مع ضيوفنا الفلسطينيين. هذا التوزيع المنطقي كما نعرف كصحفيين. هنا أنتقل للسيد سامح بالتأكيد في مسألة الضمانات. الجانبان، حماس تطالب بضمانات وإسرائيل اليوم تطالب أيضا بضمانات. حماس تطالب بأن يكون في هذا التفاوض وقف تام للحرب، وإسرائيل تطالب بأن لا يكون وقف تام للحرب في هذه في نهاية هذا التفاوض ونهاية هذه الصفقة. في هذه الحالة هل هناك صيغة وسط يجري نقاشها الآن في القاهرة أو في الدوحة؟ بالضبط، هذه هي النقطة، هذا هو مفتاح تفسير أو فهم التباين الكبير بين الجانبين حاليا. سأنطلق من هذه إلى ما ذكره ضيفك من القدس المحتلة، وهو حول أن إسرائيل تقول أن الصيغة عدلت. دعيني أتساءل، هل من المنطق أن تطرح حركة حماس صيغة اتفاق أو مقترح ثم يقبل كما هو تماما؟ على ماذا سيكون التفاوض إذن؟ والأمر في المقابل، إذا كانت الصيغة الأصلية إسرائيلية، ولنفترض أن جو بايدن عدل في هذه الصيغة في نقاط محددة وبصفة خاصة مسألة الوقف الكامل لإطلاق النار، فما المطلوب؟ هل كان المطلوب أن تكون الصيغة الإسرائيلية هي التي تطرح وهي التي تطالب حركة حماس بالموافقة عليها؟ هذا ليس في علم التفاوض بالمرة. النقطة الأخرى في نفس السياق، أن الاختلاف حول وقف تام أو وقف نهائي أو عدم وقف الإطلاق النار، هذه مسألة مبدأ عام كما كان يشير ضيفك من واشنطن. فلندخل في التفاصيل، من الممكن عمل إتمام الوقف التام بشكل تدريجي على مراحل، تماما كما أن الإفراج عن الرهائن سيتم بشكل تدريجي، كما أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية سيتم بشكل تدريجي. التوقيتات والأعداد والتفاصيل الأخرى هي التي تخضع للتفاوض، وهذه اللي كانت بالفعل. وهنا أعود أيضا إلى ضيفك من القدس المحتلة وأشير إلى أن الصيغ السابقة للتفاهمات والاقتراحات السابقة تضمنت كل هذه النقاط تفصيلا، وكانت تتبدل من صيغة إلى أخرى بسبب الرفض الإسرائيلي والتعديلات الكثيرة. حركة
حركة حماس وفصائل المقاومة كانت ترفض أمرا واحدا، وهو أن يجب أن يتم الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل، ولم ترفض أن يتم هذا بالتدريج أو على مراحل زمنية. هذا كان وجه الخلاف الأساسي. حتى هذا الأمر بدأت إشارات إيجابية كما تفضلتي من جانب حركة حماس وفصائل المقاومة في اليومين الأخيرين أمس واليوم. إذن الأمور قابلة للحلحلة بشرط واحد، أن تتوافر الإرادة كما ذكر ضيفك الكريم من القدس الفلسطيني. نعم. وأيضا مسألة التفاصيل الإجرائية التي يجب التوافق عليها. إسرائيل لا تريد قبول أي اتفاق، ولذلك ترفض حتى الآن وتنتظر، ترفض التعليق أو ترفض إبداء موقف نهائي، وتنتظر أن يأتي الرفض من حركة حماس. وهذا الموقف تكرر مع الصيغة المصرية، وأظن حضرتك تتذكرين هذا الأمر. إسرائيل أيضا كانت تتوقع أن ترفض حركة حماس، ثم فوجئت بأن حماس وافقت على الصيغة فعادت إسرائيل. هذا يعني بأن المشاورات الأخيرة كذلك، هذه المرة كذلك ستوافق حماس في محاولة ربما لإحراج إسرائيل. بالضبط، أنا أتوقع ذلك تماما. وتسريب بعض الأنباء هو مجرد تمهيد لهذه الموافقة، تسريب الأنباء الخاصة بإشارات إيجابية، وأن بعض مسؤولي فصائل المقاومة يتطلعون إلى وقف تام أو دائم لإطلاق النار إلى آخر هذه الجمل، تشير إلى أن الموافقة في الطريق، وأن تردد إسرائيل سيواجه بموافقة من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وستضع إسرائيل في الزاوية مرة أخرى. الكرة في ملعب إسرائيل، هل تقبل اتفاقا أم لا؟ إسرائيل لا تقبل اتفاقا، ولا يريد نتنياهو، حتى أوجز المسألة، لا يريد نتنياهو أن يفجر حكومته بقبول صريح وعلني لهذا الاتفاق الذي طرحه هو أصلا. لكن ليس من المنطق في شيء، ولا يجرؤ نتنياهو أن يقول أنني أعددت صيغة وأريد أن تقبلها حماس كما هي. هذا ليس منطقيا بالمرة، بدليل أن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب. بل إذا ضاقت السبل أمامها، رأينا في اليومين الماضيين كيف كادت أن تشعل حربا جديدة على الجبهة اللبنانية. هذا هو المنطق الإسرائيلي بعدم الوصول إلى اتفاق اتفاق مرضي أو شبه متوازن. بالعودة إلى بنود المقترح، دعنا نتحدث في بعض التفاصيل. الوقف التام للحرب هي النقطة الأساسية. هنا إلى الدكتور أحمد. دكتور أحمد، صحيح أن حماس تطلب ضمانات حول هذه النقطة بالتأكيد، ولكن هل هي فعلا تطلب ضمانات متعلقة بشق آخر، بأن تحذف أي عبارات تستبعد وجودها العسكري أو السياسي في مرحلة ما بعد الحرب؟ هل لديكم أي معلومات أو مؤشرات حول هذه النقطة؟ بالتأكيد هناك مخاوف طبعا أنه حماس يعني تشطب من المشهد كله، ولكن أعتقد أنه المسألة أعقد من ذلك. وحماس، ومش بس حماس، الشعب الفلسطيني كله يعتقد أنه لا يمكن شطب حماس من المشهد. وأكثر من ذلك، أي حدا بده يراهن على شطب حركة حماس كالحل النهائي أو الحل المستقبلي، أعتقد أنه لن يحصل على استقرار ولا سلام. حركة حماس بغض النظر أنها سياسية أو عسكرية، هي جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، وجزء أساسي من رؤى النضالية والمستقبلية. بالتالي شطب حماس مش مضبوط على الإطلاق. لكن مسألة الضمانات، بدي أرجع أقول أنه إسرائيل بعقليتها الحالية، بسيكولوجيتها الحالية، هي لا تريد إطلاق النار. هي تريد، ربما تريد أن تتصلب في موقفها الحالي من أجل أن تبتز الجميع، من أجل ربما أن تذهب إلى تطبيق المرحلة الأولى، أن تفرج عن العجائز والأطفال والنساء والمرضى، ثم تعود للحرب. بمعنى آخر، إسرائيل تريد، لا تريد أن تتفاوض، تريد أن تفرض موقفها، تريد استسلام الشعب الفلسطيني كله، مش بس حركة حماس. وهذا يفسر أنه تهديدات جالاند، تهديدات نتنياهو، تهديدات الوزراء الآخرين، إسرائيل لا تريد إطلاقاً الدخول في تفاوض، تريد الدخول في ابتزاز. نعم. سيدوني، هل تتفق مع وجهة النظر هذه، وجهة نظر الدكتور أحمد، حول موقف إسرائيل وبأنها لن تذهب جدياً إلى أي تفاوض وإلى صفقة بحسب اعتقادك الآن، في حال حماس وافقت فعلاً على الصفقة بالبنود المقترحة والمعلنة من قبل الأمريكيين، ما الخطوات الإسرائيلية؟ الخطوط الأمريكية ليس مقبولة على إسرائيل. هذا البند تبع وقف الحرب، هذا أساس الخلاف، وهذا أساس الخلاف من بداية الحرب حتى هذه اللحظة.
كل المسألة هي تدور حول وقف الحرب. إسرائيل لن توافق على ذلك ولم توافق على ذلك لأن هي تريد الحصول على الهدف للحرب الرئيسي وهو تدمير البنية العسكرية التحتية لحماس. إحنا لا نتكلم أو أنا ما أسمع من الحكومة لا تتكلم عن القضاء على حماس لأنه ليس هناك إمكانية للقضاء على حماس، هي حركة سياسية جزء من الشعب الفلسطيني، ولكن البنية العسكرية التحتية القوة العسكرية هذا هو الهدف. إذا وقفت الحرب الآن إسرائيل لن تحصل على هذا الهدف. شكرا جزيلا لكم جميعا من القدس، كنت معنا المحلل السياسي يوني بن مناحيم، واشنطن نورمان رول الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ومن رام الله الدكتور أحمد رفيق عواض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، وكان معنا من القاهرة العاصمة المصرية الكاتب والباحث السياسي سامح راشد. شكرا. أزمات كبيرة تعصف بمخيم جباليا، دمار كلي للبيوت ولمراكز الإيواء، ومعاناة في توصيل المياه بعد تدمير كل الآبار وشبكات المياه في هذا المخيم. الزميل عبد القادر صباح يطلعنا على تفاصيل ما يجري داخل هذا المخيم. هنا من قلب معسكر جباليا، هذه المنطقة التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية أنها منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة. دمار كبير أصاب البنية التحتية في منطقة المخيم هنا، حيث لم يتبقى أي شارع أو أي سوق مركزي أو أي شيء من معالم الحياة. يحاول المواطنون اليوم هنا استصلاح هذه المنطقة من خلال صناعة هذه البسطات البسيطة لبث روح الحياة في منطقة معسكر جباليا. أيضا دمار كبير أصاب البنية التحتية وأصاب آبار المياه، آبار المياه أكثر من 35 بئرا تم تدميرها في منطقة المخيم. هذه الآبار أفقدت الحياة في هذه المنطقة. يحاول المواطنون من خلال هذه سيارات المياه التي تصل من منطقة مدينة غزة إلى معسكر جباليا إيصال المياه إلى مراكز الإيواء وتغذيتها بعد التدمير الكبير الذي حصل فيها، وأيضا محاولات هنا لإصلاح بعض الخطوط التي تغذي المياه من خلال الجهات الرسمية والبلديات في منطقة معسكر جباليا. كافة البنية التحتية وكافة المنازل تم تدميرها في منطقة المخيم هنا، إما تدميرا كليا أو تدميرا جزئيا. لم يتبقى للمواطنين أي معالم للحياة. من يحاول العودة إلى منطقة مخيم جباليا يعلم أن منزله أو مركز الإيواء في هذه المنطقة هو مدمر بشكل كامل، لكن الكثير من المحاولات لاستصلاح هذه المنطقة ما زالت يعني يصنعها المواطنون ويحاولون فيها من خلال يعني إيجاد بعض الحياة في هذه المنازل، رغم أنها منازل آيلة للسقوط وممكن أن تكون في أي لحظة هي منازل مدمرة. لكن الكثير من التساؤلات هنا تبقى أمام الفلسطينيين، إلى أي مدى وأي وقت يحتاج هذا المكان إلى أن يعود كما كان وأفضل. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحديثة. وحول هذا التطور أيضا، الخارجية الأمريكية تعلن الآن بأنها تواصلت مع إسرائيل بشأن الهجوم على مدرسة في غزة، وتتوقع منها أن تتحلى بشفافية كاملة في نشر المعلومات عن هذا الحادث أو التطور. قبل ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قال إن قصف مدرسة تابعة للأونروا في غزة هو مثال مرعب جديد عن معاناة المدنيين. إذن نلقاكم على الساعة الثانية من الأخبار ليلى، وملفات أخرى تفتح للنقاش وتبدأ دائما بالملف التطورات الفلسطينية، ولكن كذلك هناك تطور لافت السوداني وما يجري في ود النورة بالجزيرة. السلام عليكم. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب،
فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. الآن الأخبار الليلة من الحدث.
أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم. البداية من مفاوضات وقف النار بين حماس وإسرائيل وحديث القاهرة عن إشارات إيجابية وإلى مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن الذي يبدأ بإنهاء الحرب وإلزام إسرائيل بمسار حل للدولتين، ثم إلى التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأخيرا هجوم الدام المسوب للدعم السريع الذي خلف أكثر من 150 قتيلا في الجزيرة. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. مصر تتلمس إشارات إيجابية من حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفد من قياداتها يزور القاهرة قريبا. واشنطن تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار دائم في غزة يقود لحل الدولتين، وإسرائيل ترفضه. مقتل جندي إسرائيلي بمسيرات حزب الله، والاتحاد الأوروبي يعتبر وقف التصعيد على الحدود أولوية ويحذر من امتداده. 154 قتيلا بهجوم مسلح على قرية ود النورة بولاية الجزيرة. الدعم السريع تنفي مسؤوليتها، والبرهان يتوعدها برد قاسٍ. السلام عليكم. اليوم التالي للحرب في غزة أو مستقبل القطاع، من سيحكم ومن سيخرج؟ كلها أسئلة لم تجب عليها إسرائيل، أو بالأحرى لا تمتلك تصورا واضحا بشأن كيفية الخروج من غزة وماذا ستخلف وراءها. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في اليوم التالي للحرب في غزة، حتى تساعد في إعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني والحكم الفلسطيني، وذلك دون الإشارة إن كانت حماس ستكون جزءا من هذه الرؤية. وأضاف مصطفى أنه يجب أيضا التمهيد بشكل قوي لقيام الدولة وما يتبع ذلك من مسؤوليات لها علاقة بالحكم والحفاظ على إنفاذ القانون، وشدد على أن إنهاء الحرب في غزة يجب أن يحصل ضمن إطار سياسي شامل، مؤكدا أن غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية التي تحكمها حكومة واحدة بسلاح واحد ونظام واحد وقانون واحد. نحن جاهزين كفلسطينيين أن نقوم بمسؤولياتنا في اليوم التالي حتى نساعد أولاً بتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، لكن أيضاً من أجل إعادة الوحدة إلى الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحكم الفلسطيني، ومن أجل أيضاً التمهيد بشكل قوي لقيام الدولة وما يتبع ذلك من مسؤوليات لها علاقة ب الحكم والحفاظ على النظام والقانون وتقديم الخدمات للمواطنين. موضوع غزة حله ليس مقاربة أمنية وليس حل جزئي، وإنما ضمن إطار سياسي شامل. سياسي بمعنى غزة جزء من الدولة الفلسطينية كما هي الضفة الغربية وعاصمتها القدس، تحكمها حكومة واحدة وسلاح واحد ونظام واحد وقانون واحد، وتقوم الأطراف الصديقة والشقيقة بتقديم الدعم الممكن حتى تستطيع الحكومة الفلسطينية في المرحلة القادمة أن تقوم بمسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. كل هذا تمهيدا إلى تجسيد دولة على الأرض. ومن رام الله ينضم إلينا مستشار رئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش. دكتور محمود، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. نريد أن نفهم معكم رؤية السلطة الفلسطينية لمرحلة ما بعد الحرب، بعد هذه التصريحات لرئيس الوزراء التي يقول فيها أن السلطة مستعدة لإعادة الوحدة للحكم الفلسطيني في غزة. فهمت أمور متناقضة ربما، شراكة مع حماس أم حكم منفرد في غزة؟ ما الذي
تقصدونه؟ هناك عنوان واحد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية، وذراعها في داخل الوطن في الضفة وغزة، والقدس هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وكل هذا هو إطار الدولة الفلسطينية التي نعمل على تجسيدها على الأرض. هذا العنوان هو الذي يجب أن يكون رأس إدارة الشأن الفلسطيني سواء في داخل الوطن أو في خارج الوطن. لم يتغير موقفنا ولم تتغير أولوياتنا. نحن لا نزال نتحمل مسؤولياتنا عن كل الشعب الفلسطيني بما في ذلك شعبنا في قطاع غزة. لم نغادر مربع هذه المسؤولية وتحمل هذه المسؤولية حتى في ظل الانقلاب والانقسام. نحن واصلنا تحمل مسؤولياتنا بكل ما تمكننا منه. هناك أشياء لم يعني خرجت عن إرادتنا، ولكن ما يقع تحت إرادتنا نحن تحملنا المسؤولية سابقا وسنظل نتحمل المسؤولية اليوم وغدا بشكل كامل كمنظمة التحرير وكدولة فلسطين وكسلطة فلسطينية. نعم دكتور محمود، دعنا نستثني ربما على الأقل في هذه المرحلة من الحوار الشق الدولي، وإن كان المجتمع الدولي سيوافق على بقاء حماس في غزة أساسا، ولنناقش فقط الشق الفلسطيني الفلسطيني. انضمام حماس لمنظمة التحرير كان مطلب منذ البداية لتشارك في الحكم، لتكون هناك جزء أو تكون جزء من منظمة التحرير، ولكن العقبة الأساسية دائما كانت مطلب حماس بإعادة النظر في البرنامج السياسي المتعلق بالاعتراف بإسرائيل وبالكفاح المسلح ونقاط أخرى. هل هي نقاط يمكن أن تناقش الآن مع حماس؟ من قال إنه حماس وضعت شروطا كهذه؟ إذا كانوا يتحدثون في الإعلام، هي أعلنت أنها وضعتها، ودائما كان النقاش من قبلها بأنكم ترفضون أو السلطة ترفض، لا أقصدك شخصيا. أبدا أبدا أبدا. إذا ما كانت نقطة الخلاف الإطار العام الذي وضعته منظمة التحرير الفلسطينية كناظم لانضمام جميع الفلسطينيين وانضواء جميع الفلسطينيين تحت لوائها وتحت مظلتها معروف. نعم. الاعتراف بشرعية فلسطينية واحدة هي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، الاعتراف واحترام الشرعية الدولية، واحترام التزامات منظمة التحرير مع ما تحدث عنه الرئيس أبو مازن في أكثر من مرة وكرره اليوم رئيس الوزراء، نظام سياسي واحد، قانون واحد، سلاح شرعي واحد، حكومة واحدة، وهذا هو الإطار العام. حماس لم تتحدث عن رفض البرنامج السياسي ولا تراجع منظمة التحرير الفلسطينية عن برنامجها السياسي. حماس تقول إنه هذا برنامج منظمة التحرير، إحنا إلنا وجهة نظر. هم يريدون أن يدخلوا إلى منظمة التحرير دون التزام ببرنامجها ودون التزام بالتزاماتها. هذا أمر غير ممكن، لا يستقيم. وبالتالي عندما تقر حماس بهذه المطالب بهذا الإطار ستصبح جزءا من منظمة التحرير بدون أدنى شك. نعم، يجري الحديث الآن عن تحرك مصري في هذا الإطار، نقاش بين حماس والسلطة الفلسطينية وزيارة لوفد مصري على الأقل بحسب مصادر أو معلومات، زيارة لوفد مصري لرام الله، هل تؤكدون هذه المعلومات؟ لا علم لي بهذا الأمر، لا يوجد لدينا معلومات عن هذا الموضوع، لكن في كل الأحوال نحن العلاقة بيننا وبين مصر مفتوحة، والنقاش والتعاون والتنسيق مستمر، وكل خطوة يمكن أن تقود إلى تحقيق الأولويات الفلسطينية المتمثلة في وقف العدوان وتثبيت الناس في قطاع غزة وتحقيق البرنامج السياسي لمنظمة التحرير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وإنهاء الاحتلال، فبالتأكيد نحن معها وندعمها بكل ما أوتينا من طاقة، بما في ذلك توحيد الموقف الفلسطيني وتوحيد الشعب الفلسطيني وتوحيد المؤسسات الفلسطينية. الذي بدأ الانقسام يجب عليه أن يتراجع عنه، الذي صنع الانقسام يجب أن يخلع يده من هذه الجريمة ويعود إلى جادة الصواب
بالوحدة الوطنية والانضواء تحت المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية. نعم، سألتك الدكتور محمود عن المسار الذي يقال بأن مصر ربما الآن مخرطة فيه من أجل المصالحة الوطنية، حماس والفصائل وأنتم كسلطة فلسطينية ومنظمة التحرير. يعتقد كذلك بأن مسار التفاوض حول صفقة في غزة يأتي بموازاة مسار آخر هو مصالحة فلسطينية فلسطينية. وأمس كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماع يقال أنه كان مطول وناقشت مسألة انضمام حماس بحسب المصادر. كشروط واضحة الآن تضعونها أو تجددون الحديث عنها مرة أخرى وتوجهونها لحماس، ما هي؟ ليس لدينا تغيير في موقفنا، هناك محددات وأسس للعمل المشترك تحدثنا عنها سابقا، على حماس أن تلتزم بها. الدخول إلى منظمة التحرير، منظمة التحرير مش نادي رياضي ولا سوق، منظمة التحرير إطار وطني جامع، إطار سياسي له التزاماته وله حيثياته وله ضوابطه، ومن يريد أن ينضوي تحت لواء منظمة التحرير عليه أن يحترم أولا برنامج منظمة التحرير وأسس منظمة التحرير التي قامت عليها والتزامات منظمة التحرير، لأن منظمة التحرير باعتبارها البيت المعنوي للفلسطينيين وإطار الدولة الفلسطينية لا تعيش في فراغ، تعيش في مجتمع إنساني، في مجتمع دولي تحترم القانون الدولي، تحترم الشرعية الدولية والتي ناضلنا طويلا من أجل أن نكون جزءا منها. وبالتالي إذا حماس بدها تدخل منظمة التحرير عشان تأخذ منظمة التحرير بعيدا عن الشرعية الدولية وبعيدا عن القانون الدولي وبعيدا عن الالتزامات التي حافظت عليها منظمة التحرير، هذا أمر معناه أنها تريد أن تدمر منظمة التحرير وتدمر مستقبل الشعب الفلسطيني. هذا لن يستقيم ولن نقبل به. حافظنا على منظمة التحرير طوال كل العقود الماضية وسنظل نحافظ عليها، إنما حماس يجب أن تدخل إلى منظمة التحرير ضمن إطار منظمة التحرير وليس ضمن رؤية حماس أو برنامج حماس. هذا يعني بأنكم ما زلتم تعتقدون بأن حماس ربما هي تطرح نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية؟ ليس هناك شك في لدى أحد في الشعب الفلسطيني في هذا الموضوع. حماس نعم تطرح نفسها كبديل وتريد أن تتصرف كبديل، والدليل على ذلك الذي نراه كل يوم، أخذت قرار الحرب منفردة، تريد أن تدير مفاوضات منفردة، تريد أن تتحدث عن وقف إطلاق النار بشكل منفرد. ماذا يعني هذا؟ يعني أن حماس تضع نفسها في جهة في مقابل منظمة التحرير، هذا أمر يخالف كل الضوابط والقواعد اللي نشأت عليها العلاقات الوطنية الفلسطينية الداخلية، إنه منظمة التحرير مهما اختلفنا معها تظل هي المظلة الجامعة والإطار الجامع لنا، حتى لو كان هناك تحفظات، إنما أن يضع أحد نفسه في جهة مقابلة لمنظمة التحرير معنى ذلك أنه لا يريد منظمة التحرير ويريد أن يجعل من نفسه بديلا أو ربما كيانا موازيا ومختلفا عن منظمة التحرير، وهذا يعني تعميق الشرخ وتعميق الانقسام وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني. نعم، في هذه الحالة ما الصيغة الآن المطروحة أو المقترحة في ظل مواقف حماس التي تعرفونها من منظمة التحرير ومطالبها وشروطها، في ظل مطالب كذلك وشروط منظمة التحرير، وفي ظل أيضا مواقف دولية رافضة لوجود حماس وعلى ما يبدو سترفض وجودا سياسيا وحتى عسكريا في القطاع؟ نحن نركز الآن جل جهودنا وتحركاتنا واتصالاتنا على تحقيق أولوية أهم من كل هذه الأمور في هذه اللحظة الراهنة، وهي أولوية اللحظة التي نعيشها والمتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء أبناء شعبنا. بعد ذلك كل النقاشات ربما يكون لها وقت. القضية التي لا تحتمل التأجيل ويجب أن يتم إنجازها فورا وبدون أي إبطاء هي وقف العدوان، وإحنا مستعجلين على وقف العدوان أكثر شيء. القضايا الأخرى نعم مهمة وضرورية وإحنا مستعجلين عليها، ولكن بالقياس إلى الأولوية الأولى وهي وقف العدوان ربما يكون هناك وقت لمناقشة أمور أخرى، لكن نحن نركز الآن على وقف العدوان وحماية شعبنا. ربما هي أولوية فلسطينية، ولكن هل هي فعلا أولوية دولية؟
على لنقل يضغط على الفلسطينيين أو ربما يدفع الفلسطينيون نحو نقاش جدي حول مستقبل غزة بعد الحرب أو اليوم التالي للحرب في موازاة النقاش الجدي أيضا حول وقف الحرب؟ لا، ليس في موازاة هذا النقاش. نعم، يعني لا نضع شيء في موازاة شيء، وإنما هذا كله يأتي في نفس الإطار. الحديث عن وقف العدوان هو نفسه، ويمكن أن يشمل الحديث عن اليوم التالي لوقف العدوان، والحديث عن مستقبل قطاع غزة، والحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية برمتها. نحن أصلا لا نفصل بين هذين الأمرين، ونعتبرهما أمرا واحدا، ربما جزئياته تختلف بين جزئية وقف العدوان العسكري وجزئية النقاش السياسي، ولكنهما قضية واحدة، قضية لها علاقة بجوهر القضية الفلسطينية وجوهر الوجود الفلسطيني الذي ناضلت منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تكريسه على أرض الواقع في المنظومة الدولية. والمزاج الدولي منوط ومرتبط إلى حد كبير بكيفية إدارتنا نحن كفلسطينيين لهذه الأزمة. نحن ندير الأزمة على قاعدة أننا لا نفصل بين وقف العدوان والمستقبل السياسي، نعتبرهما أمرا واحدا، ولكن عند الأولويات العملية ربما نؤجل الحديث قليلا عن اليوم التالي لصالح وقف العدوان ولصالح حقن دماء الفلسطينية الآن. نعم، شكرا جزيلا من رام الله، كنت معنا مستشار رئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، شكرا. وبرنامج الأخبار ليلة مستمر، وفي بعد الفاصل البرهان يقول لا تفاوض أو جلوس مع داعمي الدعم السريع من تنسيقية تقدم وقوى الحرية. حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي، ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة. أعرف الأخبار وتابع الحداثة. أهلا بكم من جديد. تشهد قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان حركة نزوح واسعة لليوم الثاني على التوالي بعدما اقتحمتها قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب مجزرة أودت بحياة أكثر من 150 من سكان القرية، وذلك فضلا عن عملية نهب وسلب واسعة. وبدورها قالت قوات الدعم السريع في بيان لها إن الجيش السوداني حشد قوات كبيرة في 3 معسكرات بمنطقة ود النورة بغرض الهجوم على قواتها في جبل الأولياء جنوب الخرطوم، وبأنها اشتبكت مع قوات الجيش في هذه المعسكرات. ما ديك ما في أي مجاملة، ما ديك بس
ما تقبس جوا. طقطق يقول نظيف هاي نظيف بس ما في سلام بس اركب صح هاي ماتك وين انت هذول ماتك بس. المعركة التي قادتها قواتنا يوم أمس الأربعاء كانت ضد قوات مشكلة من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة من المؤتمر الوطني تسمى الزبير بن العوام والمستنفرين. هذه القوات كانت متواجدة في 3 معسكرات في محيط والدنورة من ناحية الجنوب والغرب والشمال، وهي من أكبر المعسكرات في محيط منطقة غرب المناقل. استمرت المعركة أكثر من 2 ساعة، استخدم فيها العدو جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وعلى أثر ذلك احتسبت قواتنا 8 شهيد وعدد من الجرحى، فيما استولت على مركبات عسكرية بكامل عتاتها وكميات من الأسلحة والزخائر. هذا ونفى الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله وجود معسكرات للجيش السوداني في منطقة والدنورة بولاية الجزيرة، وقال إن جميع القرى التي تعرضت لها قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة لا تضم قواعد عسكرية للجيش ولا تمثل أهدافا عسكرية. نحن نؤكد خاصة وأنه يعني قد أصدروا بيانا، الميليشيا المتمردة أصدرت تصريحا أو بيانا تقول زعمت فيه أن هنالك قوات تعرضت لها وبالتالي هم دافعوا عن أنفسهم. ليست هنالك أي قواعد عسكرية في هذه القرية بالذات، وبل كل القرى التي تعرضوا لها في ولاية الجزيرة وسحلوها وقتلوا أهلها ونهبوا ممتلكاتهم، ليست هنالك أي قواعد عسكرية موجودة بها. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة المناكل بولاية الجزيرة بعد ساعات من الهجوم الذي نفذت قوات الدعم السريع، وأشار البرهان إلى أن الرد على ما حدث في والدنورة سيكون قاسيا. أضاف البرهان كذلك أن تفاوض أو جلوس مع داعمين ميليشيا من تنسيقية تقدم وقوى الحرية وفق تعبيره، كما شدد على أن الجيش سيقاتل الدعم السريع للنهاية حتى لو بقي آخر جندي من القوات المسلحة. وفي السياق ذاته ننقل بعض تصريحات ومواقف الدولية التي كنا نقلناها منذ قليل. وزير خارجية بريطانيا كان قال إن على قوات الدعم السريع وقف هجماتها في والدنورة بالسودان، وقال وزير خارجية بريطانيا كذلك ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين في والدنورة في السودان. إذن هو موقف بريطاني بعد هذه التطورات في ولاية الجزيرة في والدنورة تحديدا. من الخرطوم ينضم إلينا الآن مراسل الحدث عمار أبو شيبة. عمار أهلا بك، أنت في الخرطوم ولكن نتابع معك آخر التطورات الميدانية خاصة من ولاية الجزيرة. مواقع التواصل الاجتماعي كانت ضجت منذ مساء أمس بهذا الخبر وبهذه الصور من والدنورة، وصور الجنازة تحديدا جنازة لعشرات أو ربما لمئات المدنيين وعائلات بأكملها. ما الذي نعرفه من معلومات حول ما جرى في هذه القرية؟
نعم، هذه الصور والفيديوهات التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرسمية التي صدرت أيضا من قيادة الدولة السودانية فيما يخص قرية ود النور والحادثة التي وصفتها الحكومة السودانية بالمجزرة. عدد أيضا من الأحزاب السياسية كحزب المؤتمر السوداني وحزب الأمة القومي عبروا من خلال هذه البيانات ووصفوها أيضا بالمجزرة والتي راح ضحيتها أكثر من 120 قتيلا وعشرات المصابين داخل القرية. تحدثنا إلى عدد من المصادر داخل هذه القرية بولاية الجزيرة، أيضا أشاروا إلى أنهم استطاعوا ليلا إخراج عدد من المصابين من النساء والأطفال والشباب وكبار السن إلى عدة قرى مجاورة. ساهمت هذه العمليات بخروج عدد من المصابين إلى عدد من القرى ومن ثم الوصول إلى منطقة أو محلية المناجل بولاية الجزيرة لعمليات الاستشفاء وأيضا عمليات وصول أخرى تتم في هذه الساعات بحسب ما علمنا إلى هذه المنطقة. أيضا صباحا تحدثت عدد من المصادر داخل قرية ود النورة بأن قوات الدعم السريع دخلت مرة ثانية إلى القرية، ولكن في هذه الأثناء أيضا تتجدد المناشدات ب ضرورة توقف قوات الدعم السريع عن هذا الهجوم على عدد من القرى المجاورة وعلى قرية ود النورة، بفعل أن هذه المعارك التي دارت في هذه المنطقة خلفت أكثر من 120 قتيلا. هل رصدت حركات نزوح كبيرة من هذه المنطقة؟ عمار؟ نعم، هنالك تقارير تتحدث عن عمليات نزوح من الأهالي إلى عدد من القرى وعدد من المناطق الأخرى باعتبار أن المنطقة أصبحت مهددة أمنيا وهي منطقة اشتباك ما بين فترة وأخرى. قوات الدعم السريع تدخل إلى هذه المنطقة وهي تتحدث أيضا بأن الجيش له عدد من المعسكرات بهذه المنطقة، وهذا أيضا ما نفوه الأهالي وأيضا نفاه الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني بأن منطقة ود النورة لا تتواجد بها معسكرات للجيش السوداني ولا حتى للمقاومة الشعبية، ولكن عمليات النزوح ما زالت مستمرة وعمليات الخروج إلى مناطق أكثر أمنا باتت كثيرة في هذه المنطقة. أيضا المناطق الأخرى المجاورة هي مهددة، هذا ما كان يقصه السكان ويرويه السكان والأهالي في هذه المناطق. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، معلومات من الخرطوم العاصمة السودانية، كنت معنا مراسل حدث عمار أبو شيبة، شكرا. كذلك لمناقشة هذا التطور المهم بالتأكيد إنسانيا وعسكريا في ولاية الجزيرة ينضم إلينا من أديس أبابا الدكتور علاء الدين، نقد عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية باختصار تقدم، ومن القاهرة العاصمة المصرية الكاتب والمحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من الدكتور خالد، لا أعلم إن كنت سمعت البيان المصور لقوات الدعم السريع، هي لم تتحدث عن رواية، هو كان نشر على منصة إكس تويتر سابقا، لم أسمع طوال 4 دقائق تقريبا على ما أعتقد أي رواية مختلفة تتحدث عن جهة مغايرة استهدفت ود النورة، ولكن البيان نفى أن تكون قوات الدعم السريع هي ما ارتكبت هذا الأمر. إذن ما الذي حدث بحسب معلوماتكم؟ ما حدث هو ما رآه ويعني شاهده الجميع بأم أعينهم، ويعني تحدثتم قبل قليل حتى عن هذه الإدانة من قبل ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني. وبالتالي كل الأصابع تشير بصورة واضحة جدا إلى أن الدعم السريع واصل سياسته الممنهجة في يعني استهداف المدنيين كما يحدث الآن، يعني من قصف في على المعسكرات النازحين في الفاشر أو من قبل ما ارتكبته من إبادة جماعية في الجنينة. وبالتالي ليس هذا سلوكا غريبا على الدعم السريع، هذه هي سياسته وهذه هي ممارساته الإجرامية التي ظلت مستمرة طوال الفترة الماضية. وبالتالي واضح جدا أن الدعم السريع لا يضع أي اعتبار لحياة المدنيين ولا لحقوقهم، وبالتالي هناك استهداف ومنهج، وبالتالي هذه يعني جريمه اخرى تضاف الى سلسله الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين طوال العام الماضي. وبالتالي لا يمكن للدعم السريع ان ينكر باي صوره من الصور ارتكابه لهذه الجريمه، حتى بعض القوى السياسيه المتحالفه معه هي نفسها اصدرت ايضا بيانات ادانت ما حدث. وبالتالي لا يمكن الهروب من هذه الواقعه بالحديث فقط بالنفي الذي لا يسنده اي واقع. نعم، تقصدوا التقدم، ولكن قوات الدعم السريع وصفت الأمر بالمواقف المستعجلة،
المواقف التي انتقدت وأدانت قوات الدعم السريع. هنا أنتقل للدكتور علاء الدين. دكتور علاء، أنتم في تقدم بمصطلحات واضحة وصريحة، كيف تعلقون على ما حدث في ود النورة في الجزيرة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصحابة أجمعين. دائما الرحمة المغفرة كل شهداء الثورة السودانية وشهداء الحرب من المدنيين والعسكريين، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الظافر المفقودين. ورب انفكاس المصريين وضلع ان توقف هذه الحرب اللعينة، ليتوقف نزيف السودانيين والسودانيات ويعودوا إلى بلادهم من المطمئنين. نحن دائما أستاذ سارة، شكرا على الاستضافة وعلى الحدث اللي كبتها الأخبار وحدث السودان. نحن دائما في تقدم، ندين جميع الانتهاكات وجميع القتل وجميع القصف من الطرفين، سواء كان من الجيش أو من الدعم السريع، ودائما ما نسعى لحماية المدنيين، وهذا ما كان هو لب موضوعنا ولب دعوتنا حتى للجيش وللدعم السريع للجلوس معهما في آخر في ديسمبر من السنة الماضية. وكما رأيتم ورأيت جميعا استجاب الدعم السريع، ولكن لم يستجيب الجيش. وحتى الآن في حديث البرهان الذي الذي سردتموه في أول الأخبار، أنه لن نجلس مع داعمي الميليشيا من تصفية التقدم وقوى الحرية والتغيير للأسف. هذا الديدن، وبقية الكلام من أنه سنقاتل الميليشيا حتى آخر جندي في القوات المسلحة، هو ما يزيد من استعار هذه الحرب ويزيد من دكتور علاء. دكتور علاء الدين، سأعود إلى هذه النقطة بالتأكيد. أنتم تقدم لكن ستردون على الجيش، ولكن في هذا الحادث بالتأكيد فقط دائما بالخصوص دائما نحن ود النورة، هذا الحادث وقبله من كل الأحداث وجميع الانتهاكات التي تحدث، نحن ندينها، ندين أي أي استهداف للمدنيين، أي قتل المدنيين، أي قصف للمدنيين. كما أدنا تدينون استهداف الدعم السريع لود النورة؟ أيوة نعم. الآن تحدثت أنت عن المكونات التنسيقية الكثير، نعم، التي طلعت بيانات. وحديثنا ليس هذا أول حديث يا أستاذ سارة، نحن دائما ما نتحدث بذلك، ولكن يفتري علينا الكثيرون بأننا لا ندين الانتهاكات بالذات من الدعم السريع. وكما قال ضيفك الكريم، إنه والله يا أخي القوى السياسية المتحالفة معهم، فليس هناك أي تحالف ما دام نحن ندين كل الانتهاكات من الطرفين في ود النورة، في غيرها، في استهداف الطيران لقدم شمال دارفور في 23/5، استهدافها لقندهار في أمبدة أيضا نتج منه 180 قتيل و300 جريح في 27 من شهر مايو المصرم، يعني قبل أقل من أسبوع. نعم. ولكن لم تتحدث عنه الأخبار، ولم تتحدث عنه الوكالات الأنباء كما هو الآن يتحدث كويس. وفي استهداف غرب كردفان حصل برضو في 27/5 مايو المنصرم، وطيران الجيش في منطقة العلا وبالنيل الأبيض في يوم 5/6 قبل يومين، كل هذه لم تتحدث عنها الأخبار، ولكن تحدثنا عن جلها أو عن كل هذه الأخبار التي تذكرها وتستعرضها الدكتور علاء، ولكن أعلم بأنك لست حاملا للسلاح بالتأكيد، ولكن هل الإدانات والسقف الأعلى الذي ننتظره في السودان منكم أنتم كتقدم وقوة مدنية؟ طيب، سؤال جميل جدا يا أستاذ سارة، شكرا على هذا السؤال. ليست الإدانة هي السقف الأعلى، السقف الأعلى لنا هو السعي لإيقاف هذه الحرب، لأن هذه الحرب هي أساس كل الانتهاكات، وهذا ما فعلناه في مؤتمرنا الأخير في 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 أديس أبابا، حيث استطعنا أن نجمع أكبر كمية ممكنة من السودانيين لوقف هذه الحرب، لوقف هذا النزيف، وهذا ما سعينا عليه منذ تكوين تقدم في أكتوبر الماضي. ولكن نظل تحت سهام الانتقاد وتحت سهام التخوين وتحت سهام الكذب والافتراء بأننا متحالفون مع أحد من الأطراف. لا، نحن لسنا متحالفون، نحن نسعى لإيقاف هذه الحرب، نحن نسعى لأن نجمع الطرفين على التفاوض. ولكن انظروا إلى من يسعر هذه الحرب، وإلى من يستنفر السودانيين، وإلى من يزج المواطنين في هذه الحرب ويضعهم أمام آلة حربية كبيرة جدا ويتركهم وحيدين، ثم يأتي يتاجر بدمائهم ويتاجر بمقتلهم. هذه هي المشكلة. سأعود إليك في هذه النقطة والمسار السياسي الذي أنتم جزء منه، ولكن أعود للدكتور خالد تيجاني كذلك. دائما في التطورات العسكرية الجيش يقول بأنه لا يملك أي قواعد داخل هذه القرية أو معسكرات أو نقاط عسكرية، على عكس رواية قوات الدعم السريع. ولكن جرى كذلك حديث عن أن الجيش تأخر في الاستجابة للنداءات من الأهالي داخل القرية. إلى أي حد يبدو هذا الحديث دقيقا؟
عفوا قبل الإجابة على هذا السؤال فقط أريد التعليق على ما ذكره هو الزميل من أديس أبابا. من الواضح كلما سئل يعني تقدم عن إدارة دعم السريع يتهربون للحديث عن أن الجيش فعل وفعل وفعل ويتحدثون بتفاصيل دقيقة ولكنهم لا يتجرؤون على الإطلاق على إدارة الدعم السريع بصورة واضحة. لماذا لا يصدر بيان من رئيس تنسيقية التقدم الدكتور حمدوك ليدين ما حدث في الودنورة؟ لماذا لا يصدر يعني بيان رسمي من صدرت بيانات من بعض الأطراف في هذه التنسيقية ولكن منها هي نفسها لا تصدر؟ لذلك حمدوك تحدث في المؤتمر الأخير عننا على الحياد في تقدير هذه معركة لا حياد فيها عندما يكون هناك قتل ممنهج للمدنيين على هذا النحو الذي ظل مستمر على أكثر من عام. لا يمكن الحديث عن أن هناك يمكن أن يكون هناك حيادا، يجب أن تكون هناك إدانة واضحة. سمعنا إدانة من بريطانيا، سمعنا إدانة من الولايات المتحدة الأمريكية، من منظمات حقوقية كثيرة، ولكن للأسف الشديد يعني على هذا ليس من منظمات حقوقية دكتور خالد. تنسيقية التقدم هي بالفعل سأعود إلى تنسيقية التقدم إلى سؤالي ولكن دعني أشير دكتور خالد دكتور علاء الدين إلى هذا الخبر العاجل كذلك في نفس أو في الملف ذاته الذي نتحدث عنه. يونيسف تقول أو تعلن مقتل 35 طفلا على الأقل في الهجوم على قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان. كذا نتحدث عن مدنيين بس عن أطراف في هذه الحرب. دكتور خالد أعود إليك ولكن في سؤالي هذه المرة المتعلق بالجيش كان بالفعل تأخر في الاستجابة لنداءات المدنيين أو الأهالي. من المهم يعني الإشارة إلى مسألة مهمة جدا أن الجيش السوداني هو المؤسسة الوطنية باعتراف المجتمع الدولي كله، هو أيضا في ما صدر في آخر قمة عربية وقبلها في قمة جدة. علينا أن نعلم أن الجيش مطالب بالدفاع عن 2 مليون كيلو متر مربع هي حدود السودان أو مساحة السودان، وبالتالي هذه يعني ليس الجيش ليس هو مجرد يعني ميليشيا وليس هو مجرد يعني من حقه أن يستخدم القوة المميتة بحيث يضاعف من الـ يعني الإصابات وسط المدنيين. لذلك هناك حذر كبير، هناك علينا أن نعي أن الجيش مطلوب منه الدفاع عن بلد بهذه المساحة. يعني إذا فقط يعني هذه قطاع غزة يعني كله 300 كيلومتر مربع، إسرائيل على مدى أكثر من 7 أشهر فشلت في يعني الانتصار عليه، في حين أن الآن يعني ولاية الخرطوم فقط هي 75 ضعف غزة هذه. فلذلك أعتقد أنه يعني لا يمكن حقيقة من الصعوبة بمكان. لذلك السؤال ليس هو لماذا لم يقوم الجيش بذلك ولكن لماذا يسمح لقوات الدعم السريع بأن ممارسة هذه العمليات الإجرامية الممنهجة ضد المدنيين في طول السودان وعرضه تحت بصر وسمع المجتمع الدولي الذي يكتفي بإدانات. هذه الإدانات لا تتحول إلى موقف حقيقي يوقف الدعم السريع عند يعني عند حده. هذا سؤال مطروح دائما في السودان ولكن السؤال الآخر حول إن كان بالفعل الجيش تأخر. ربما سمعت أيضا من أصوات سودانية ودعني أشير كذلك لهذا الخبر العاجل. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن الحكومة ستقوم بحصر انتهاكات قوات الدعم السريع وستلاحق هذه القوات قضائيا مستقبلا. دكتور علاء الدين في ظل هذه الأجواء لا البرهان يجلس معكم ولا حتى حميتي الذي يعتقد بأنه قريب منكم يستجيب لنداءات تقدم، ما أهمية المسار السياسي وما أهمية الاجتماعات التي تتحدثون عنها؟ الأهمية بتاعتها سارة إنه ننزع مشروعية هذه الحرب، ده أهم حاجة إنه ننزع مشروعية هذه الحرب من عقول وأذهان السودانيين. الآن الذي يتحدث عنه ضيفك يتحدث عنه هذه معركة لا حياد فيها، فهو حقيقة واضح من كلامه إنه هو منحاز للجيش. طيب ماذا عن قصف الجيش ويتحدث عن انتهاكات؟ ماذا عن قصف الجيش لمنطقة العلقة بالنيل الأبيض يوم 5/6؟ ماذا عن قصف الجيش لغرب كردفاني يوم 27/5؟ ماذا عن قصف الجيش لمبدأ قدهار 27/5؟ ماذا عن قصف الجيش لكتم شمال دارفور 23/5؟ أليس هؤلاء مدنيين؟ أليس هؤلاء سودانيين؟ أليس هؤلاء مواطنين؟ كيف يقصفهم الجيش؟ ويتحدث ايضا عن ان المؤسسه الوطنيه باعتراف المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الذي يتحدث عنه، المجتمع الدولي يتحدث عن طرفين متقاتلين الجيش السوداني والدعم السريع، كويس؟ وتحدث ايضا عن انه والله من حقه ان يستخدم القوه المميته وسط المدنيين. هل السيد خالد يعقل ما قاله؟ هل يعقل ما قاله ان الجيش من حقه ان يستخدم القوه المميته وسط المدنيين؟ كيف سيرد عليك دكتور خالد؟ شعبه سعود إليك بالتأكيد. لم أقول ذلك. قلت الجيش لا يستخدم القوى المميتة حتى لا يصاب المدنيون. حتى هو الآن القوى المميتة تقتل المدنيين، كيف لا يصاب المدنيين؟ القوى المميتة الطيران الآن يقصف المدنيين، كيف لا يصاب المدنيين؟ الطيران يقصف مستشفى كتم، كيف لا يصاب المدنيين؟
هذه الحرب حرب لعينة. دكتور خالد، دكتور خالد، دكتور علاء الدين ذكر بعض الحوادث السابقة وقال إن الجيش متهم فيها، لديك رد سريع من فضلك في نصف دقيقة؟ نعم، هذا الرد السريع عليه أن يرجع إلى القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي، وهذه يعني أسودات ولحمة اتفاق جدة اللي هو يقوم على حماية المدنيين، ويجب أن يتميز بكل الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وبين المقاتلين وبين المدنيين. ما حدث هو أن الدعم السريع ظل باستمرار منذ أول يوم استهدف المدنيين، هذه واحدة. هناك أيضا النسبة والتناسب، بمعنى أنه إذا كانت هناك أي عمليات عسكرية يجب أن يكون النسبة بين، إذا كانت هناك إصابات عرضية، في فرق أن يكون هناك يعني إصابات عرضية لمدنيين وبين أن تكون هي نهج ممنهج كما يفعل الدعم السريع منذ بداية هذه الحرب. وبالتالي ليس هناك أي مجال للمقارنة، ليس هناك أي يعني الدعم السريع مدان. إجاباتك تجاوزت نصف دقيقة بكثير على هذه الانتهاكات. كنا نحتاج لفهمها مسألة التناسب. الدكتور خالد أيضا في نصف دقيقة من فضلك، أو الدكتور علاء الدين هنا، في المسار السياسي هل لديكم أي مخطط جديد؟ هل لديكم أي مقترح جديد للتفاوض، خاصة بأن الجيش يقول أنه لن يتفاوض بوجودكم أو وجود قوى الحرية؟ الجيش سيأتي للتفاوض، كويس، لأن الأمر أصبح واضح جدا جدا للجميع أن الحركة الإسلامية هي المسيطرة على الجيش، وتحدث عنها كثير، حتى كل الآن كل المجتمع الدولي يتحدث عن ذلك ويدعو الجيش أن يفصل ويفك الارتباط بينه وبين الإسلاميين. لا بد لهذا الجيش أن يأتي للتفاوض، سيأتي هذا الجيش للتفاوض وسيتفاوض، لا لا يعني لا 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 لا, لا حديث غير عن التفاوض عن الحل السياسي. ولماذا تحالفتم معه من قبل؟ تحالفتم مع الجيش نفسه من قبل، لم تقولوا هذا الجيش هو تابع الحركة الإسلامية، لماذا تحالفتم معه؟ ظللتم تبحثون عن السلطة لذلك تدعون لأي تفاوض مع الجيش من أجل الحصول على السلطة، ليس أكثر من ذلك. للأسف لا، يعني حقيقة ضيفك يغيب عنه الكثير من تفاصيل الأمور. لم تتحالفوا؟ لم تكن تفاصيل بيناتي؟ لا لا لا، ما تحالف ماذا؟ هذا اتفاق، اتفاق إطاري مضى عليه الجيش ومضى عليه الدعم السريع. نعم، ليس هناك أي، لا أنا أتكلم عن الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية في 2019 عندما وقعتم مع الجيش مضت عليه أطراف. هل كان هذا الجيش هو جيش الحركة الإسلامية؟ لماذا تحالفتم مع الجيش؟ ولماذا دخلتم معه في سلطة؟ ما اختلفتم مع الجيش إلا عندما انتزع منكم السلطة، أصبحتوا تحدثون عن أنه هو تابع الحركة الإسلامية، ولكن عندما كان أعطاكم كيكة في السلطة سكتتم عن ذلك ولم تزوروا ذلك أبدا. لذلك أنتم الآن تبحثون عن سلطة على أجساد المدنيين وعلى أجساد المدنيين. هو نقاش يطول، شكرا جزيلا لكم. هو مدنية، لستم هو مدنية. شكرا جزيلا لكم. للأسف الوقت المخصص المقابلة انتهى منذ قليل حقيقة. كنت معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السوداني دكتور خالد التيجاني، وكان معنا من أديس أبابا الدكتور علاء الدين نقد عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. تقدم شكرا. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بينو أن وقف التصعيد على حدود اللبنانية الإسرائيلية وتجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة هو أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه لن ينتصر أحد في حال اندلاع صراع إقليمي أوسع. وشدد على قلق الاتحاد الأوروبي المتزايد إزاء تصاعد التوتر عبر الخط الأزرق والدمار المستمر في المناطق الحدودية من البلدين والتشييد القسري للمدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية. يأتي ذلك في وقت دعا فيه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل إلى الاستعداد لأيام أكثر صعوبة في ظل التصعيد الذي تشهده جبهة القتال مع حزب الله اللبناني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيني غانتس قوله إنه يجب الاستعداد لقتال صعب أو أكثر صعوبة قد يؤدي إلى وقوع الحرب. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي أثناء القتال على الحدود بهجوم طائرات مسيرة أطلقها حزب الله. We'll be right back.
ومن جبل لبنان ينضم إلينا النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد. دكتور فارس أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. ترصدون كل هذه التطورات في المنطقة الحدودية من الجانب اللبناني بالتأكيد، ولكن على الغالب تتابعون أيضا ما يجري في الجانب الإسرائيلي، حجم الاستعداد الكبير، حجم كذلك المخاوف الإسرائيلية من حركة النزوح والحرائق وغيرها. هل نحن الآن أمام أجواء حرب شاملة أم تسوية؟ أنا أعتقد بأننا لا نزال في مرحلة التسوية، وأكبر دليل على ذلك بأن صدر منذ قليل خبر مصري عن وكالة الأخبار المصرية تقول بأن لا تزال مصر تنتظر جواب حماس على المبادرة وقف إطلاق النار الذي أطلقها الرئيس بايدن، والتي أصبحت مبادرة شبه دولية إقليمية تجاوزت حتى الحدود الأمريكية وستدخل الأمم المتحدة. في هذه اللحظة التي هي لحظة مفصل حقيقي في الحرب الدائرة، نحن أذكر بأننا باليوم 244 من اندلاع الحرب، وبالتالي بعد 244 يوم يتكلم العالم عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار. في هذه اللحظة تشتعل جبهة الجنوب، في هذه اللحظة يحصل أيضا اعتداء على السفارة الأمريكية في عوكر، وكأن هناك طرف في المنطقة معني بالصراع القائم في فلسطين وعلى فلسطين، هناك طرف لم يصل بعد إلى تحديد ظروف مصالحه في هذا الترتيب الذي قد يحصل في المنطقة. دكتور فارس، تربط بين الجبهتين، حتى أنك حينما تحدثت عن هدنة مرتقبة في غزة كنت أعتقد في البداية تقصد هدنة في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية. اليوم أداء حزب الله موضع مراقبة من قبل الإسرائيليين، مقتل جندي، مسيرات تصل إلى مدى أبعد من البداية، حرائق، وهذا مشهد كذلك مثير للاهتمام في الداخل الإسرائيلي. هل ما زالت منطقة الجنوب اللبناني هي منطقة إسناد فقط أو إشغال الإسرائيليين، أم ذهبت إلى أبعد من ذلك أو أعمق؟ تماماً، هذا هو السؤال. أنا كنت أقصد بقولي بأن هل تبريد جبهة غزة ستؤدي إلى تسخين جبهة لبنان، أو أن تبريد جبهة غزة ستؤدي إلى تبريد جبهة لبنان، لأن وحدة المسار والمصير بين غزة وبين جنوب اللبناني أحدثه حزب الله، وهو الذي كان يقول بأن لا حل في لبنان، لا انتخاب لرئيس جمهورية، لا ترتيب للحدود البرية، لا وقف إطلاق نار في لبنان، لا لتنفيذ قرار 17-1 قبل نهاية حرب غزة. وبالتالي نتكلم أو يتلمس العالم إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. السؤال، هل هذا سينسحب على لبنان عملية تبريد أو عملية تسخين؟ هناك رأي في لبنان يخاف بأن تطلق يد إسرائيل في حال توصلنا إلى وقف إطلاق نار في غزة، وأن تقوم بعمليات أكبر باتجاه جنوب لبنان لتصفية حساباتها مع حزب الله. نعم، في حال ذهبت الجبهة اللبنانية كذلك أو الجبهة الشمالية الإسرائيلية والجنوبية اللبنانية إلى تهدئة بموازاة أو بعد هدوء في غزة، هل هذا يعني اتفاق ما، ترتيبات ما على ترسيم الحدود، أم أن الملف الأول المتفق عليه سيكون الرئاسة اللبنانية؟ أنا أعتقد بأن موضوع الرئاسة اللبنانية هو موضوع مؤجل اليوم. نعم، قائد الجيش اللبناني هو على قاب قوسين لزيارة واشنطن، وبالتالي هناك كلام حتمي عن ترتيبات في جنوب اللبناني بمشاركة الجيش، وإلا لن ينتقد قائد الجيش في هذه الظروف، أي في ظروف الحرب لن يغادر لبنان للذهاب إلى واشنطن. هذا سفر إلى واشنطن في هذه اللحظة ربما هو سفر معني به أي ترتيب، أو ربما التوصل إلى ترتيب يشارك فيه الجيش اللبناني. أريد أن ألفت الانتباه بأن اشتعال جبهة الجنوب هذه المرة، أو الحرب التقليدية هذه المرة، لن تقتصر فقط على لبنان. حزب الله موجود أيضا في جنوب سوريا، وبالتالي إذا اشتعلت الحرب بين لبنان وبين إسرائيل، أنا أعتقد بأن هذه الحرب ستطال أيضا الجبهة السورية، وبالتالي سنكون بتوسيع عمليات الحرب وعملية العنف في المنطقة
نعرف كيف ندخل إلى هذه الحرب ولكن لا نعرف كيف نخرج منها. وإن ذهبت المنطقة لتسوية 1701 أو ترتيبات أدنى من هذا القرار؟ الأدنى هو 1701 أدنى منها بقليل. نعم يجب فقط ابتعاد حزب الله دون أي بنود تتعلق بإسرائيل. نعم نحن يعني بداية نتكلم عن اتفاق الطائف. اتفاق الطائف ينص على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية. ثم لقد اختبرنا القرار 1701 منذ 14 آب 2006 إلى غاية 27 2023. 1701 يعني انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وبدعم من قبل القوات الدولية وتحت غطاء وشمسية الأمم المتحدة. تنفيذ القرار 1701 سنويا كانت كلفة هذا التنفيذ 800 مليون دولار سنويا، تدفع منها الولايات المتحدة حوالي 45%. وبالتالي إذا من بعد كل ما عاشه أهلنا في الجنوب وعاشه لبنان معهم سنعود إلى فقط 1701، أي إلى أن يكون هناك انتشار للجيش اللبناني ودعم القوات الدولية، إنما بقاء أيضا سلاح خارج سلاح الدولة اللبنانية، أعتقد بأننا نعود إلى نقطة الصفر. وإذا ما نوقش هذا الملف لبنانيا أمريكيا في واشنطن، هل يمكن التعويل إذا على ما نوقش هذا الملف الانتشار الجيش على الأقل؟ نعم أنا أعتقد بأن أيضا العين اليوم هي تتجه باتجاه الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس بايدن إلى فرنسا. نعم. واللقاء الذي يجمعه بالرئيس ماكرون. فرنسا تلعب دور مفصلي، دور نعم. أساسي في تهدئة الأوضاع في لبنان. نعم. وأيضا الولايات المتحدة تقوم بعملية المبادرة في غزة. شكرا. نحن ننتظر ماذا ستحمل نتائج هذا الاجتماع. شكرا. الذي سيكون ب8 حزيران في باريس.